بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، نكمل اليوم إن شاء الله تكملة المحاضرة الخامسة اللي تكلمنا سابقا عن أهمية خصائص أفضل أنواع الضغط المناسب أو الوقت الملائم حتى تتم عمليات الحقن، وتكلمنا عن أهم مصادر مياه الحقن. اليوم نتكلم عن الجزء الثاني المتضمن معالجة المياه. معالجة المياه، الأهداف أو الأغراض من المعالجة: أولا، لتجنب حدوث الانسدادات داخل المكمن النفطي، لأن مثل ما تعرفون وجود مياه غير معالجة تمثل تحدي كبير وتسبب مشاكل كثيرة، بإضافة شوائب تعمل على انسداد الفراغات داخل المكمن النفطي. فإذا الهدف الأول أو الغرض الأساسي من معالجة المياه حتى نتجنب حدوث هذه البلاجينج، الانسدادات داخل المكمن النفطي. الأمر الثاني التي بخلاله أن يجب أن نتجنبه هو تجنب التآكل، الكوريشن. هذا التآكل اللي يحدث في نظام الحقن، والذي يشمل طبعا الأجزاء السطحية والداخلية للبئر، نقصد به الأنابيب اللي تتم من المضخة، ترتبط مع المضخة إلى داخل الأكوفير، فكل هذا المعدات والآلات تكون معرضة للتآكل فيما إذا كانت هنالك مياه غير معالجة. وهذا أيضا يشمل وجود بعض الملوثات التي تسبب هذا التآكل، مثل أكاسيد الحديد التي تسبب التآكل والصدى في المكونات السطحية لنظام الحقن، وكذلك الداخلية منها، أي الأجزاء الداخلية من أنابيب الحقن. كذلك الظاهرة الثالثة، يجب أن نتجنب ظاهرة الانتفاخ، السويلينج. ظاهرة الانتفاخ في الطين، هاي الظاهرة سببها وجود بعض الأطيان الانتفاخية التي يكون من خصائصها إدخال المياه بين البنية التركيبية للطين، يعني يصير تبادل أيوني بين عناصر مكونات البنية التركيبية للطين مع الأيونات اللي موجودة داخل المياه، فبالتالي تعمل على زيادة حجمها. هذا النوع من أنواع الطين يكون منفرد يعني عن غيره بوجود ظاهرة الانتفاخ، وبسبب هذه الظاهرة الانتفاخ وزيادة الحجم راح تسبب مشاكل داخل مكمن نفطي، لذا يجب العمل على إزالته ومعالجته من المياه قبل عملية الحقن. هذا الأمر جدا ضروري. المشكلة الثالثة التي يجب أن نتجنبها ذكرناها هي ظاهرة الانتفاخ. راح نذكر ظاهرة اللي هي أولا الانسداد، البلاجينج. قد يعود سبب هذه الظاهرة إلى وجود ألف أو أي الأجزاء الصلبة العالقة غير الذائبة. هنالك تعرفون بالمياه وجود عوالق صلبة غير ذائبة، هذه العوالق الصلبة الغير ذائبة مثل قطع صخرية صلبة صغيرة أو قطع من مكونات معدنية وغيرها، راح تكون سبب أنه تعمل على اقحامها او ادخالها ضمن الفراغات او الفجوات الصغيرة الناعمة داخل المكمن النفطي، فبالتالي يعمل على الانسداد. فهذا الامر ضروري يعالج قبل عملية الحقن. راح نجي عليها فيما بعد، راح نتكلم عن المعالجات. فبهاي الحالة راح نستخدم عملية الفلترة، نصفي بسبب الحجم الحبيبي الناعم لهذه الفلاتر الترشيح، تكون تحجب وجود هذه القطع الصخرية أو الصغيرة من المعادن الصلبة الغير ذائبة ومرورها داخل المياه. المشكلة الثانية اللي تسببها البلاجينج هي التآكل، الكوروشن. الكوروشن هو وحده مشكلة، بس أيضا وجوده يسبب الانسداد نتيجة عمليات التآكل. نتيجة عمليات التآكل التي تحصل على أجزاء الأنابيب، أجزاء الأنابيب الحقن السطحية منها والداخلية، فإن بقايا هذه المكونات المتآكلة ستسبب انسداد أيضا.
فإذا عمليات مثل ما قلنا التآكل هو البقايا الصدأ اللي يحصل على سطح المعادن، هذا الأجزاء الصلبة أيضا غير ذائبة، أيضا وجودها مع المياه راح تسبب عمليات الانسداد. المكون الثالث هو البكتيريا، أو الضرر الثالث اللي يسبب الانسداد هو البكتيريا، وتكون أكثرها ضررا تلك البكتيريا التي تعمل على اختزال الكبريت. هنالك عدد من أنواع من البكتيريا المختلفة، واحدة من عندها هذا النوع من البكتيريا اللي تعمل على اختزال الكبريت، فعندما تختزل الكبريت نفس الوقت راح تكون كإضافة أو مواد شائبة أو عوالق غير ذائبة، فهذه بالتالي راح تسبب الانسداد. وأخيرا المشكلة اللي تسبب الانسداد هي ما تسمى بعدم توافق المياه، أي عدم توافق مياه الحقن مع المياه الموجودة في الخزان المائي الأكوفير. مثل ما تعرفون خصائص المياه الأكوفير لها خصائص بحد ذاتها موجودة خاصة لذلك المكمن أو لذلك الخزان المائي الأكوفير خاص بها، بس عندما نضيف مياه حقن جديدة ومكونات جديدة فبالتالي هذه المكونات قد تختلف من خصائصها بسبب اختلافها بالمواد الكيميائية نتيجة زيادة الأملاح أو المعادن وغيرها. نجي إلى عملية ثانيا بعد الانسداد هي الكوروشن. الكوروشن هو التآكل أو مثل ما سمينا الصدأ، نتيجة صدأ. يجب تجنب التآكل وذلك لحماية المعدات المعدنية من التآكل ولتجنب الانسدادات المشار إليها سابقا. مثل ما قلنا الانسدادات هي واحدة من أسبابها هو وجود الكوروشن التآكل، ويرجع سبب التآكل أساسا إلى وجود غاز مذاب في المياه مثل ثاني أكسيد الكربون H2S كبريتيد الهيدروجين يعني والأكسجين وكذلك النشاط البكتيريا. فهنا إذا حتى نتجنب حتى الانسداد قبل ما نصل إلى مرحلة التآكل يجب العمل على إزالة هذه المكونات اللي هي أصلا تسبب التآكل اللي هي ثاني أكسيد الكربون والH2S والأكسجين، وهذا راح نجي له فيما بعد اللي نسميها المعالجات الكيميائية. مثل ما سبق وأشرنا إلى أنه وجود البقايا الصلبة والمكونات الغير مرغوب بها نعالجها بالعمليات المعالجات الفيزيائية فلتريشن، نعالج هذه أيضا بالإضافات المواد الكيميائية حتى أنزيلها حتى لا تسبب لي لا تآكل ولا بالتالي تسبب الانسداد، وكذلك حتى نحمي المعدات المعدنية يعني نقصد بها القطع الأنابيب السطحية وتحت السطح اللي هي داخل البئر. أحيانا طبعا هذا مجال للتساؤل كبير هنا أنه ما هي المشاكل وما هي المعالجات، هذا حتى تعرفها أنه أنت تذكر المشكلة تذكر السبب وبعدين تذكر أهم المعالجات مالها. يعني إذا سألتك ما هو السبب الرئيسي لحدوث التآكل تقول يرجع السبب التآكل إلى وجود غازات مذابة بالمياه داخل المياه الحقن مثل CO2 والH2S والأكسجين وكذلك النشاط البكتيري، هاي كلها عوامل تؤدي إلى تؤدي إلى حدوث عمليات التآكل الكوريشن. ثالثا انتفاخ الأطيان الشيل، حتى نفهم شنو هو انتفاخ الأطيان الشيل. طبعا بس نقطة هنا ضرورة أن تفهمها، انتفاخ الأطيان ما يحدث حتى لا تكون بالصورة بشكل رئيسي، ما يحدث مع جميع أنواع الأطيان إلا هنالك أنواع من الأطيان الخاصة اللي راح نذكرها هي البنتونايت. فتتسبب إدخال مياه غريبة داخل المكمن إلى ظهور نوع معين من الأطيان يسمى البنتونايت. يعني أنت عندما تدخل مياه غريبة أو خلينا نسميها مياه من مكونات مختلفة ما سويت لها معالجة، فأنت إيش راح يصير عندك؟ عندك بنتونايت وعندك سمكتايت وكلورايت وإلايت، يعني هذه الأطيان الغير انتفاخية. بس الطين الانتفاخي البنتونايت عندما يكون مع هذه المكونات وأنت ما سويت معالجة
فأتوقع راح تسبب هذا الانتفاخ. هذا النوع من الأطيان يعرف بقابليته على الانتفاخ دون غيره، وذلك بسبب تبادل الأيونات بين المياه، أقصد مياه الحقن والطين، أو مياه التكوين، العفو، مياه الأكوفير الخزان المائي، والطين اللي بدوره وين جاء مع مياه الحقن وبدوره ينتج عنه أي الانتفاخ، تقليل نفاذية الصخور. يعني هنا أيضا تسأل عن ما هو سبب ظهور الانتفاخ، تقول وجود مياه غريبة داخل المكمن النفطي التي كانت قادمة أو متأتية من مياه الحقن دون معالجة. هاي النقطة مهمة، دون معالجة، يعني أنت ما عالجت. فحتى تتجنب ظهور انتفاخ الأطيان أو الشيل أو وجود المعدن البنتونايت، أنت تسوي معالجة لإزالة هذا النوع من أنواع الأطيان، أنت تسوي له معالجة مسبقة قبل عملية الحقن. نجي إلى طرق المعالجة. طرق المعالجة هنالك ثلاث طرق رئيسة متوفرة لمعالجة المياه، هي الفيزيائية، ثانيا الكيميائية، ثالثا الحياتية. نأخذ أولا المعالجات الفيزيائية. المعالجات الفيزيائية تشمل عملية الفلترة filtration، يعني نسوي تصفية تنقية، نستخدم ورق ترشيح أو نستخدم مرشحات طبعا حتى يتناسب حجم المشروع، بس تكون ما تسمح بمرور الأجسام الغريبة أو الشوائب والمواد الصلبة وغيرها، مثل ما قلنا نوع الأطيان الغير مرغوب أو البكتيريا أو الشوائب، القطع الصلبة الصخرية غير الذائبة، القطع المعدنية وغيرها. كذلك عملية الفصل مياه عن النفط نسميه separation oil water، هذه نفصل المياه عن النفط حتى لا يكون عندنا، تذكرون ذكرنا أحد النقاط عدم توافق المياه الحقن مع مياه الأكوفير، حتى يكون عندنا فقط مياه ما يكون بداخله زيت أو نفط أو مكونات أخرى. كذلك عمليات تفريغ الهواء وعمليات الترسيب، الترسيب الستلينج اللي يسميها بفعل الحجوم أو الجاذبية، راح أيضا أكو طرق فيزيائية، هاي كلها نتكلم عن الفيزياء، اللي هي تسقط بفعل انه تخلي المياه تخليه في احواض عميقة، فبالتالي راح تترسب المكونات الصلبة او الغير ذائبة او الغير مرغوب بها، والشوائب والبكتيريا والاطيان والى اخره، ترسب بفعل الجاذبية او بفعل حجومها الى اسفل، فانت تاخذ فقط المياه. هاي طرق فيزيائيه ما يراد لها لا مواد كيميائيه ولا اضافات اخرى. فبالتالي حصلنا على اكبر قدر ممكن من تنقيه المياه فيزيائيا، واضافه الى الديغازينج اللي هي عمليات تفريغ الغاز. حتى تعرفون احنا ذكرنا انه احد المشاكل اللي تحدث بالنقطة اللي سبقت ظاهرة التآكل، قلنا سبب التآكل يعود إلى وجود غاز مذاب في المياه، فأنت تعمل على إزالة أو الحفاظ على أقل قدر ممكن من وجود هاي الغازات المذابة. المعالجات الكيميائية تشمل إضافة مواد كيميائية تعمل على تخفيض الشد السطحي surface tension، كذلك تثبيط عمليات التآكل، يعني تقليلها، و مثل ما يقول يعني انهائها بشكل كامل عمليات التآكل. انت من تضيف مواد كيميائية ما تنطي مجال للتفاعلات الكيميائية الأخرى اللي كانت سبب التآكل، وانتم مثل ما تعرفون يعني أكاسيد الحديد اللي تكون أكثر عرضة، فأنت تقلل مثلا من عمليات تفاعل الأكسجين مع الحديد، فبالتالي راح يكون أقل فعالية هاي الظاهرة، وأنت بالتالي تحصل على القدر أقل قدر ممكن من عمليات التآكل. فهنا راح تكون العملية فضلا عن عمليات الفيزيائية نعالجة كيميائية بإضافة مواد كيميائية، وكل مادة كيميائية راح تكون معالجة لغرض
معين. المعالجات الحياتية أخيرا راح تشمل ما يسمى المعالجات البيولوجية. هذه المعالجات البيولوجية راح نستخدم بها مبيدات البكتيريا، مبيدات المضادات لهذه البكتيريا التي أشرنا سابقا إلى حدوث ضرر أثناء وجودها. فبالتالي هذه المعالجات الكيميائية والفيزيائية والحياتية مجتمعة غير منفصلة عن بعضها، كلها تعتبر طرق معالجة أساسية لعمليات معالجة المياه قبل الحقن. يعني هنا مو بالضرورة أن يكون معالجة فيزيائية ونتوقف، لا، للحصول على ضمان أكبر من المعالجة هي استخدام المعالجات الثلاثة مجتمعة، فيزيائية وكيميائية وحياتية. بهذا القدر يكون أنهينا الجزء المتعلق بعمليات الحقن المياه ومصادره ومعالجاته وأهميته، كل التفاصيل اللي تتعلق بمعالجة المياه. موضوع الووتر انجكشن من البداية إلى الأخير قد أنجز إن شاء الله، فعليه راح يكون عندكم واجب عمل مشروع عن الووتر انجكشن. أنت تختار سمارت ووتر، تختار معالجات مياه، كل واحد يختار مشروع يكون منفصل عن غيره. وقد للسهولة عليكم راح نريد من عندكم أنتم تتفقون مع بعضكم، يكون كل 4 طلاب على مشروع واحد. وشرط راح يكون عندي أساسي أنه المشاريع ما مكررة. تجنبوا أنه أوكي أخذ المعلومات من المحاضرة، بس أنا أريدك تعمل على بحث تحري من المصادر من الانترنت عن الووتر انجكشن. ايش مكتوب عن الووتر انجكشن؟ انت تقدر تسوي لي بحث تقرير سميه عن الووتر انجكشن. هذا راح يكون كنشاط، وعلى الاكثر قد يعتمد كدرجة في الفصل الثاني. فارجو متابعة هذا الامر. والوقت ما راح اقول لك وقتك اسبوع وتنهي، وقتك مفتوح، بس خلي بالك نقطة انه انت كل ما تجيبه من وقت اكثر انت، وراح يصلني على التليجرام على الخاص، كل واحد يدزه على التليجرام اللي هي الخاص بيه راح يظهر معاه التاريخ. فاكيد ما ممكن اني انطي واحد مثلا اليوم 3/6 الخميس بعد اسبوع 10/6، عندما يجيني واحد بشهر السابع او نهاية السادس اكيد الحظوة والدرجة الأكبر تكون من نصيب الشخص اللي يبعث بالبداية. الكل راح استلم تقاريرهم، الكل مطالبين بالتقرير. تقسمون كل 4 طلاب على مجموعة، هاي المجموعة مسؤولة عن كتابة مشروع الووتر انجكشن، حتى إن شاء الله أسبوع الأخ نأخذ الكاز انجكشن. انتهى اليوم محاضرتنا، شكرا جزيلا، بارك الله بكم.